الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى أم الناس؟ سؤال جوابه اللساني سهل، الجواب بل الله عز وجل. ولكن الأعمال تكشف واقع جواب الإنسان. البعض لا يخالف القوانين الوضعية البشرية لا يخالف القوانين البشرية في العلن، بل لا يخالفها حتى خفية. يعني قانوني أشد من أبي القانون. ولكنه بكل سهولة يخالف قوانين الله سبحانه وتعالى. ذنوب، القوانين البشرية التي الكل يعلم أن شطرا منها ليست لمصالح الناس، شرعت لمصالح أشخاص متنفذين، طبعا بصياغة تخدع الناس، هذا الكل يعرف. هكذا قوانين لا يخالفها، يلتزم بها أشد الالتزام حتى خفية.
حتى لو لم يكن عليه مراقب. ولكن قوانين الله سبحانه وتعالى التي بالوضوح بالبداهة أن كلها شرعت لمصالح الناس، الله عز وجل لا يحتاج شيئا، كل هذه القوانين شرعت لمصالح الناس، يخالفها لا خفية حتى علنا. سبحان الله والعياذ بالله تعالى. يعني البعض لا يعامل الله سبحانه وتعالى بمقدار ما يعامل الناس، لا يجعل لله العياذ بالله تعالى من هذه الكلمة قيمة بمقدار قيمة الناس. قانون في الذنب أيضا هكذا تقول؟ هل فكرنا أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أتعبوا أنفسهم؟ آلاف من الروايات الشريفة بإصرار يريدون أن يبعدونا عن الذنوب، لماذا هذا الإصرار؟ القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى، مئات من الآيات القرآنية تحاول أن تبعد الناس عن الذنوب، لماذا؟ لماذا هذا الإصرار؟ آيات تبين مساوئ الذنوب، آيات تبين العذاب الذي يترتب على الذنوب، آيات تبين المساوئ الاجتماعية للذنوب، آيات وآيات، أصناف من الآيات القرآنية، مجاميع من الآيات القرآنية، آيات تريد أن تبعد الناس عن الذنوب بطريقة القصة، آيات تريد أن تبعد الناس عن الذنوب بالأدلة العقلية، آيات توجه إلى الأدلة العقلية. هذا الإصرار لماذا؟ في القرآن الكريم، في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الأب الرحيم يحاول بكل الطرق، كثير منكم آباء، هذا الشيء موجود في داخل الأب الرحيم عندما تكون له رحمة تجاه أولاده، يحاول بكل الطرق بكل السبل بأشكال مختلفة قولية وعملية أن يبعد أولاده عن الأخطار، مقتضى رحمة الإنسان لأولاده. هل يوجد أرحم من الله سبحانه وتعالى؟ ومن أسمائه أرحم الراحمين. الله يعلم أن هذه الذنوب ماذا تصنع بالإنسان، وهو أرحم الراحمين، بكل السبل بكل الطرق يريد أن يبعد الناس عن هذه الذنوب. الذنوب مضارها ليست مضار صغيرة، ضرر صغير صغير، الأمور التي كانت ضارة ضررا صغيرا الله عز وجل جعلها مكروهات، ما جعلها محرمات. المحرمات هي الأمور التي ضررها ضرر بالغ، ضرر شديد، هذه الأمور حرمها الله سبحانه وتعالى، منع عنها، ابتعد عنها. المشكلة أن المعنى المفهوم موجود عندنا، ولكن هذا المعنى هذا المفهوم لا نلمسه، البعض يعني ندرك إدراكا عقليا ندرك، ولكن إحساس غير موجود.
ندرك الآن، نحن ندرك معنى الحرارة أعلى من 50 درجة مئوية، هذا شيء ندركه بعقولنا، ولكن إحساس بهذه الحرارة الآن غير موجود، لا نفهم يعني ماذا درجة حرارة أكثر من 50 درجة، لا نلمس. بعضنا تجاه الذنوب هكذا، عنده مشكلة، يدرك أنها ضارة لا يلمس، لضعف في الإيمان، لضعف في المعرفة، لأنواع من الخلل والعياذ بالله تعالى. وهناك خطأ، وهناك تصور خاطئ، لعله حتى عند، لا أقول أكثر المؤمنين، كثير من المؤمنين، أن الذنوب ضررها ليس خاصا بالمذنب، الذنوب مرض ساري، الذنوب فيروس ينتقل. الإنسان المذنب هو المتضرر فقط؟ لا، هناك أضرار تصيب نسله، روايات واضحة، على الأقل إلى 7 بطون، يعني أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده، 7 بطون على الأقل. الذنب يؤثر في نسل الإنسان أثرا سلبيا أيا كان، الذنب يؤثر في من حول الإنسان، إشعاعات سلبية موجودة للمذنب في لحظة الارتكاب، ارتكاب الذنب، من حوله يتأثر. آثار سيئة للذنوب إلى أهل بلدك أكثر من هذا، آثار سيئة للذنوب تصيب كل أهل العالم، كل البشر من جهات. الآن أذكر لكم جهة، هذه الجهة واضحة، وهناك جهات أيضا أخرى. إخواني، ما هي أسباب تأخر الظهور الشريف؟ ما هي الأسباب؟ هناك أسباب مذكورة في الرواية الشريفة، إحدى تلك الأسباب هي الذنوب. الذنب يوجب تأخر الظهور الشريف بنسبة، هذا الذنب بنسبة 1%، ذاك الذنب بنسبة 1 بالمليار، الذنب مؤثر في تأخر الظهور الشريف. من المتضرر من تأخر الظهور الشريف؟ كل البشر؟ لا، ليس فقط كل البشر، كل البشر، كل الجن، كل الحيوانات، لأن بعد الظهور العدالة تكون في كل هذه البسيطة. فإذن الذنب أثر أثرا سلبيا في كل أهل العالم، نعم أثر، هذا أثر. لا، هذه حرية شخصية، في الذنب حرية شخصية، أنا أضر نفسي، ولكن فيروس، لا، هذا الفيروس ينتقل إلى الآخرين، هذه ليست حرية شخصية. قرارات وزارات، هذه ليست حرية شخصية، قرارات الله عز وجل حرية شخصية. إن شاء الله أتوب، لا بأس، لنفرض أن الشخص وفق للتوبة، استغفر الله عز وجل بما تمكن منه، ولنفرض أن الله سبحانه وتعالى غفر، هذان شيئان، التوفيق للاستغفار شيء، غفران الذنب شيء آخر، إن شاء الله يكون هذا وذاك. خلاص الآثار انتهت، أبدا ما انتهت الآثار، حتى لو غفر الذنب
أشعل ناراً في غرفة، الغرفة تسود، السقف، الجدران، الأرضية، أطفئ النار، نظف السقف، الجدران، الأرضية، أحياناً تبقى آثار من هذه النار، من هذا الدخان الذي امتلأ في الغرفة. أحياناً هذه الآثار حتماً رأيتم، أحياناً هذه الآثار لا تذهب أبداً إلا أن تهدم الجدران، إلا أن تهدم السقف والأرضية، تغير الآثار تبقى، حتماً رأيتم، رأيتم حتماً على الأقل في الصور. 1000 سنة تبقى الآثار، 1000 سنة لو بقيت الجدران. اذهب إلى طاق كسرى أكثر من 1000 سنة، بعض الآثار موجودة من ذاك الوقت، قد تبقى الآثار. الذنوب هكذا، الذنوب تسود القلب، هذا السواد إذا استغفر الإنسان وإذا غفر له، هذا السواد كليا يمسح، أحيانا لا. نعم، الذنب الذي غفر لا يدخلك إلى النار، كل الآثار تنتهي له، يد كسرت، بعد ذلك ذهبت إلى الأطباء، جبر الكسر، يكفي؟ لا، تحتاج إلى علاج طبيعي، أخذت دورات علاج طبيعي، اليد ترجع كما كانت اليد السابقة؟ في بعض الأحيان لا، في كثير من الأحيان لا، لا ترجع كاليد السابقة. الذنب هكذا. ناهيك إخواني، الفهم شيء حسن، عموما درجات فهم الناس مختلف، يعني الإنسان أحيانا يرى البعض في بعض القضايا، كيف فهمه مستوى داني جدا، الأمور الواضحة لا يفهمها، وبعض الناس عنده فهم راقي، النفسيات مستوياتها مختلفة، بعض النفسيات نفسيات دانية، بعض النفسيات نفسيات عالية، بعض الناس، لا أتكلم عن آخرين، لا أتكلم عن البعيدين، العياذ بالله، أقول لعله بعض المؤمنين، تقول له الذنب يوجب غضب الله عز وجل، لا يفهم، غضب الله، سخط الله، هذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، لا يفهم. وفي المقابل بعض الناس عنده رقة، عنده فهم، عنده شعور، عنده أحاسيس، قضية تنقل بتفصيل، لا عليه بالتفاصيل، شخص مؤمن كان يعيش مع شخص نصراني في منطقة معينة، يعرف ذلك النصراني، رآه مرارا تكرارا، ذات مرة وجد خاتم ذلك النصراني ملقى في الطريق، كان رأى النصراني كثيرا ويعرف هذا خاتم، خاتم النصراني، خاتم ثمين جدا، أخذ الخاتم صار يبحث عنه، وطالت المدة، كان مسافرا إلى أن جاء، إلى أن وجده، قال له أين أنت؟ أبحث عنك فترة طويلة، لماذا؟ خيرا؟ قال هذا خاتمك، ضيعت هذا الخاتم، لا أعلم أين كان، قال في الطريق، كان في المكان الفلاني. النصراني استغرب كثيرا، قال النصراني لهذا المؤمن، والمؤمن كان وضعه الاقتصادي وضع عادي أو لعله دون العادي، ذاك النصراني إنسان ثري، قال النصراني مستغربا من هذا المؤمن، قال له أنت تعرفني أنا لست على دينك،
على دين ثاني. ولو كنت قد أخذت الخاتم لنفسك أنا ما كنت أعلم ولا أحد كان يعلم، ضيعت الخاتم منذ أشهر، لماذا رجعت الخاتم لي؟ كان بإمكانك أن تذهب تبيع الخاتم تستفيد من قيمة الخاتم. قال المؤمن له: نعم أنت على دين آخر، وأنا أعتبر دينك دينا باطلا، ولكن إذا أخذت هذا الخاتم لنفسي أخاف أنه أحتمل أنه في يوم القيامة يأتي نبيكم ويشتكي عند نبينا، يقول شخص من أمتك يا رسول الله سرق خاتم من شخص من أمتي، خفت أن يحرج رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم القيامة، والدنيا وكل ثروات الدنيا لا تسوى أن أحرج رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا المعرفة، أنا لا علي بكلامه، عيسى بن مريم سوف لن يشتكي، هؤلاء ليسوا أمة عيسى أصلا، ولكن أنا أقول لعله هو الشخص يشتكي فيحرج رسول الله، ذاك لعله لا يحصل. النبي صلى الله عليه وآله تعرض أعمالنا عليه أم لا؟ نعم تعرض أعمالنا حسب الرواية الشريفة، الآن بعد استشهاده أعمالنا تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله كما تعرض على إمام زماننا، أرواح العالمين له الفداء. والنبي يحزن من الأعمال السيئة أم لا؟ إمام زماننا يحزن من الأعمال السيئة من أعمالنا أم لا؟ تسوى الدنيا أن الإنسان يدخل الحزن إلى قلب الإمام، الحزن إلى قلب رسول الله لا تسوى. البعض لا يفهم عندما تقول له غضب الله في الذنب، هذا لا يفهمه، والبعض عنده استيعاب لا علي بكلامه، ولكن هذا الشعور هذا الإحساس، الذنب شيء سيء، الذنب شيء يكدر الكون. هذه الرواية الشريفة هي روايات عديدة في أوقات عديدة، القلم يرفع عن الناس عن كتابة الذنوب، مثلا من النماذج في التاسع من ربيع الأول يرفع القلم عن كتابة الذنوب، لماذا؟ الله عز وجل لا يريد أن يكدر، هذه أيام جميلة، أيام سعيدة، أيام مباركة عند الله عز وجل، الله لا يريد أن يكدر هذه الأيام بكتابة الذنوب. الذنوب تكدر الكون. ولأجل أي شيء؟ لأجل لذة سريعة الزوال، لأجل فورة تتمكن أن تطفئ هذه الفورة. العياذ بالله، إما الإنسان لا يتوب من الذنب والعياذ بالله من ذلك، وإما يتوب على أحسن التقادير أنه يتوب. التوبة أصعب، التوبة يعني ارتكاب الذنب والتوبة أصعب من أنه لا ترتكب الذنب. الأفضل أن لا ترتكب الذنب، الأنظف أن لا ترتكب الذنب، الأسهل أن لا ترتكب الذنب. مشكلة رابعة، عدم ارتكاب الذنب أسهل وأفضل وأنظف من ارتكاب الذنب ثم التوبة. شيء رابع، الشيطان، هذا حسب الرواية المستفيض من الروايات الشريفة، لعلي أقول المتواتر من الروايات الشريفة، الشيطان سريع التعود على ارتكاب الإنسان الذنب، لا يحتاج منك إلا مرة واحدة بارتكاب ذنب معين خلاص، هو يحتاج في كل ذنب أن يمسك مكانا. إذا ارتكب الإنسان الذنب لأول مرة، أي ذنب،
جعل للشيطان ممسكا في قلبه. الشيطان يرى هذا مزلق، ممكن أن يسقط هذا الشخص. قبل أن تسقط قل له لا، تكون براح. الشيطان بعده ما تعود، ما عنده ممسك، لا يضغط في هذا الذنب، لعله يضغط في ذنوب ثانية، في هذا الذنب لا يتمكن أن يضغط. إذا ارتكب الإنسان ذنبا يتمكن الشيطان أن يضغط، يضغط مرة ومرتين، لا ألف مرة، عشرة آلاف مرة. ممسك مكان ضغط لأعداء أعدائك. هذا لو وفق الإنسان للتوبة ولو غفر له لا تعطي. تحمل صعوبة ضبط النفس أقل بكثير من تحمل الضغوطات التالية لارتكاب الذنب حتى لو تاب الإنسان وغفر له. أختم كلامي ببعض الروايات الشريفة. نشرق نغرب، يبقى الأساس كلمات أهل البيت، يبقى النور الواقعي في كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أقرأ لكم ثلاث روايات شريفة بسرعة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه 100 عام، وإنه لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعمن لأجل ذنب واحد. أنا لا أقول يحبس في نار جهنم، لا، إن شاء الله ليس في نار جهنم، يحبس. تقبل الحبس في الدنيا 10 دقائق؟ 10 دقائق تقبل؟ لا تقبل. نفتخر أنه أنا رجلي ما وصلت إلى مخفر، ثم ماذا؟ افتخر أن رجلك ما وصلت إلى المخفر ظالما. رجل الإنسان تصل إلى مخفر مظلوما، ليس مهما. سادة خلق الله ليس وصلت أرجلهم الشريفة إلى المخفر، وصلت أرجلهم الشريفة إلى السجون، ليس مهما. الأئمة عليهم الصلاة والسلام 12، صحيح؟ ثلثهم دخل في السجن، سجن 4 من الأئمة على الأقل، لعل الإمام الصادق أيضا سجن، استثنى الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الإمام الرضا سجن، سجن وعذب في السجن، الإمام الهادي، الإمام العسكري، 4 من الأئمة عليهم الصلاة والسلام سجنوا. هذا ليس خلاف الفخر، شخص يفتخر أنه ما سجن، رجله ما وصلت إلى المغفر، ليس مهما. تسجن لا تسجن، نعم، الذي يسجن ظالما هذا سيء، الذي تصل رجله إلى مخفر الله عز وجل هذا سيء. مخفر الناس ليس مهما، أخذوني للسجن ليس مهما. الذنب لا يوجب سجن غير مهم، يوجب سجن مهم، ليس يوما ويومين، 100 عام على ذنب، لا يعذب الله تعالى. حديث شريف آخر عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما قال: ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، بيض في قلبه، فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء، جزء من هذا البياض يسود، فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض، كل البياض يتغطى بالسواد العياذ بالله تعالى. فإذا غطي البياض في بعض النسخ، فإذا تغطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا العياذ بالله. تراكم الذنوب، هو الذنب سيء، كيف إذا تراكم؟ كيف إذا غطى؟ خلص هذا الشخص منتهي، ليست حياته الدنيوية منتهية، لا، عند الله هذا الشخص منتهي، انتهى. فإذا غطى أو تغطى البياض لم يرجع،
فإذا غطي أو تغطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا، وهو قول الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. العياذ بالله تعالى. الحديث الشريف الأخير عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل. الآثار السيئة في التوفيقات، كل ليلة يصلي صلاة الليل، الليلة ما قام لصلاة الليل، أخذها النوم. لا أقول دائما، ولكن احتمال أن الشخص ارتكب شيئا سلب التوفيق منه. كل ليلة يذهب إلى مجلس حسيني، الليلة صارت له شغلة قضية منعته من أن يذهب إلى مجلس حسيني، سلب التوفيق منه. لماذا؟ لا أقول دائما، ولكن أقول هذا الاحتمال موجود، أن ذنبا الإنسان منتبه أصلا. بعض الذنوب أصلا نحن لا نعتبرها ذنبا. شخص كان يغتاب ابنه، قالوا له: لماذا تغتاب؟ قال: هذا ابني. يعني ابنك يجوز اغتيابك له؟ بعض الذنوب أصلا لا نلتفت أنها ذنوب أصلا. الذنب أحيانا يوجب حرمان الشخص من صلاة الليل. وإن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم. بعد 10 سنوات يؤثر الذنب، أبدا اليوم يؤثر، أول لحظة ارتكاب الذنب يؤثر، أول ساعة كتابة الذنب يؤثر أسرع. العبارة جدا جميلة: وإن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللاح. نسأل الله سبحانه وتعالى بشفاعة سادة الخلق صلوات الله وسلامه عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر ذنوبنا كلها جميعا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، وعصمنا فيما بقي من أعمارنا من الذنوب كلها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.